السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. پانچ بہترین کلمات. میرے پیارے دوستو، جو یہ پانچ کلمات پڑھے گا، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کی ہر حاجت کو پوری فرمائے گا، اور اللہ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوگی. وہ کلمات یہ ہیں: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.